السلام عليكم، اهلا حبيباتي، اهلا اخواتي في الله، اهلا خوتي، مرحبا بكم في قناه يوميات بسمه وامها. ان شاء الله يا رب كي يدخل الفيديو تاعي عندكم تكونوا كامل لاباس وبخير. اليوم جيت نخدم معاكم كيش بالسلق. تكون عندك ربطه ولا زوج ربيطه تاع سلق وانت حضرتي وجبه ما شاء الله، ولادكم يموتوا على على لي كيش لي بيتزا. هاد الحوايج هنا عندي السلق درته في الماء والخل، غسلته شحال غسله مليح مليح، طرحت له كامل هذاك التراب، قطرته مليح، خليته قطر، غسلوه بالماء غزير مليح، قطعته كما تشوفوا هكا. انا نخليه كامل، نحي اللي يكون خشين، تشوفوا درت شويه زيت، قطعت هذه البصل اللي تجي طويله تاع تجي فصل الشتاء، هذه اللي تجي فيها خضر شويه، نقطعها كامله بالخضر بالابيض ونقليها في هذيك الزيت. ومن بعد نبدي نضيف، ولا تحبوا ديروا الثوم ديروا الثوم كما تبغوا. انا درت هذه البصله ونبدي نحط السلق بالكميه باش المقله ما تعمرش حتى يدبال لي كامل ويطيب ويطيب في ماه. ما تضيفوا له لا ملح لا والو، وذوقوه الا شفتوه. كاين نوع تاع السلق يجي مالح، تحبوا تضيفوا شويه تاع فلفل اسود، الا شفتوه ما فيهش الملح ضيفوا له شويه ملح شويه فلفل اسود. هنا راني طفيت ونخليه يبرد ونروحوا للعجينه. كامل الاخوات يعرفوا يديروا السلق، الله يبارك. العجينه عندي هنا شويه زعتر، هنا شويه ثوم غبره، وشويه ملح، فارينه كتشوفوا غرفيه ما عمرتهاش، ديروا كاس ونص فارينه ولا بالميزان 200 غرام تاع فارينه. والزبده درت 100 غرام زبده، زوج مغارف ماشي معمرين، ما تعمرهمش بزاف. واللي ما يحبوش الزبده يديروا مغرفه زبده ويديروا شويه تاع زيت، 4 مغارف ولا 5 تاع زيت. هنا عندي نص مغرفه صغيره خميره كيميائيه، ورشه تاع الزعتر، ونص مغرفه صغيره تاع ملح، رشه خفيفه تاع الثوم اختياري، اللي عندها دير، ما عندكش معليش يزيد لها بنه. ونلموها بواحد زوج مغارف ما بارد. دوك تشوفوا معايا هنا انا زوج مغارف هنا ماشي معمرين مليح. اللي ما تحبش الزبده دير الزيت، نجمو تعوضوا حاجه بحاجه ولا نص نص. ونبسسها مليح حتى الفارينه تدخل في هذيك الزبده كامل باش تجي تولي مرمله، بات بريزي تجي لازم تجي مرملة تفتت وحدها. بسوها وحكوها مليح مليح بين يديكم تولي مرملة كيما الرملة. شوفوا درت تاعي مغرفة الأولى ما بارد، هي تلتم العجينة وحدها ما تكترولاش الماء، كترتولها الماء تجي معجنة. راك تشوفوا الزوج مغارف تاعنا، وبديت نلم مليح، نضغط عليها بيدي حتى التمت لي. هاي التمت ما تكتروش، زوج مغارف تاع ما بارد، ولما مليح مليح شوفوا جات كيما صابلي. هنا حطيتها باش ندلكها شويه، ماشي ندلكها باش نزيد تشوفوا باش ما يبقى لناش حتى شي حبيبات ولا كاين اللي حللتها، وني نلم فيها ونحطوها على جهه. نروح نجيب بابي كويسون باش نحللها، راها تتفتت، نحللها فوق بابي كويسون ولا كيس بلاستيكي، حلوها رقيقه مليح. ودائما انا نخدمو ونصليو على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حلوها، تحبوا ديروها عائليه كبيره، تحبوا ديروها في ميني كيش صغار كيما تحبوا. انا درتها ضربه واحده. ونجيب المول اللي نطيبو فيه نقلب بابي كويسو كما تشوفوا فيا هكا باش تسهل عليكم العمليه ما تكسر لكمش. هنا الزوائد نحوهم ونديروهم في البلايص اللي راهم ما فيهمش، نسقموها كامل اخوات على بالي يعرفوا لها، بالسكين نقلعوا ديك الزوائد وسقموا به بجوايه اخرين، وضغطوا مليح مليح، قرصوها مليح مليح مع الاطراف باش تلصق مليح، ودخلوها في الثلاجه. انا درتها في المجمد لمده 10 دقائق بين ما نحضر لاباراي دو كيش اللي نديرو فيها السلق وكامل. حطيت انا هذه في الثلاجة، ندير جوج حبات بيض، واللي عندهم افراد العائلة اكثر يكثروا. اللي عندها لاكخام فخاش كريمة سائلة دير. انا درت تشوفوا مغرفة كبيرة تاع فرماج جبن طاري، وما كاش قلم نص كاس تاع حليب، وهذا يا يخت طبيعي. اللي عندها كريمه سائله ديروا قليل من الملح على سبت البيض، وشويه تاع ثوم غبره
واللي ما ديرش ثوم غبره معليش، السلق راه طايب بالبصل راه بنين. خلطها مليح مليح باش داك الجبن كامل يذوب لنا في الياغورت الطبيعي وفي هذاك شويه تاع الحليب مع البيض. نضيف عليه السلق كان برد درتو هو الاول، خلطوها مليح. كاضافه نربط عليها شويه تاع الجبن فرماج اختياري، انا دايرين الجبن الطاري في الاول بزاف. نزيد نخلط ونروح نجيب المول تاعنا من بعد ما خليته برد لمده 10 دقائق. نزيد نتقبوه بالفرشيطه، تقبوه مليح مليح. كي تكونوا طيب ولا شتوه بدا يطلع ولا زيدوا تقبوه في الوسط، ما عليه والو ما تخافوش. نفرغ هذا الخليط، هنا تحبوا ديروا شويه جبن من الفوق ديروا، تحبوا تخليوه كيما راه روعه. ندخلوه للكوشه لدرجة حرارة كيما نطيبو بيتزا وكامل، نديروه من التحت يطيب مليح مليح، نخليوه يعطيوه وقته ومن بعد نشعلو له من الفوق. درجة حرارة متوسطة توصل حتى لميتين ما عليها والو، خليوه حتى يتحمر كيما كتشوفو هكا. وجبدوه راه عاد ساخن كتشوفو، مقدرتش نقلعو معاكم. هاد وصفات خفاف ظراف يصلحو في رمضان، ناكلوهم مع الحريرة يجيو روعة في بلاصة البوراك. كل نهار نديرو حاجة إن شاء الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، آمين يا رب العالمين. إن شاء الله توجدوه لولادكم تفرحوهم، ولادكم هذا ما يحبوا، يحبوا هاد الحوايج هكا خفاف، معجنات هاد الحوايج. نقطع معاكم مورسو تشوفوا كي جا. راه تتفتت وحدها راكم تشوفوا، جات ما شاء الله. تاكلي مرسو تشبعو، تشوفو متحمر من التحت ومن الفوق. يجانا واجدين بالطباسة تاعهم يديو بصحتهم بصحتكم نتوما تاني. شفتو العجينة شحال هشيشة طرية تقرمش، والسلق هكا كاين دي ولادو ما ياكلوهش، كديرو لما في ليكيش ياكلوه. وماذا بيكم تزيدوا المعصير تاع تشينا ولا تاع الليم باش الجسم يمتص الحديد تاع السلق. وبصحتكم وشكرا على التعليقات الرائعه تاعكم، ربي يجازيكم كل خير وربي يوفق الجميع ان شاء الله. واللي وصلت معايا لهنا ما تنساوليش اللايك، واللي دخلتوا جداد مرحبا بكم، ما تنساوش اشتراك، ومع السلامه.